سيقع في طقس رائع جدا بصراحة. جو كورب، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك أنا أتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث اللاعبين يعطوني ما لديكم، قدموا كرة القدم اللي نعتبرها اليوم. الله على الروح هنا في هذا الملعب، أجواء مستعدة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية ولمباراة كبيرة. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. لعبة أي كلام، لم ينجح حتى في تجاوز منتصف الملعب. باصي لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. يمر يلعب كرة بينية ويلعب كرة عرضية. بيبيلو يلعب كرة بينية. ديون الكرة ملعوبة من مسافة، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. يارمينشوك يلعب كرة على اليسار، عرضية داخل منطقة الجزاء. يبحث عن سبيله، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. أملاح بينية جميلة. ماني عرضية من مطلوب راسية ويسجل الهدف الكبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. أوسكاتشار يمدور يستعيد الكرة بعد ضغط هائل، هجمة مرتدة الآن. عادة الكرة يحصل على مساحة، ضربة راسية. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يحاول فك شفرة دفاع فريق الخصم. كرة خطيرة أمام مجال التسديد. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. يا رجل أملاح سؤال كبير هما هل هم يجيبوا. تتواصل المباراة مجددا أعزائي المشاهدين مع انطلاقة الشوط الثاني. هدف يبعثر أوراق المجموعة. كرة عند الخط ورمية التماس. دانيلو ديون دانيلو مرتز يولد على هذه المهارة العالية. هذه هي المحاولة الأولى في الشوط الثاني عبر القلب بتمريرة طولية. واضح أن المدرب بدأ ينوع اللعب الآن. يوغو دورو وهذه رمانتي نمبر 18 جيز ماتا. رمية جانبية كان ناجح. كيلو رودريغيز coming on the field نمبر 17 جيرو. سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. Attendance for this match was 70,000.
تحاول ان يسدد الكره من هنا والهدف مثالي لتحرك السباق هرب خط الدفاع لم يقع في التسرع التوقيت هو مفتاح هذا الهدف تنظر المباراة واصبحت النتيجة متعادلة فينيو كرة طولية إلى الأمام كان من الصعب أن نرى نهاية أخرى لهذه الأجواء عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة بيميلو كانت تبدو واعدة هذه الأجواء لكنه لم يقدر حتى على تجاوز منتصف الملعب يحاول إيموبيلي وفرصة أخرى فالنسيا مستعجل بعض الشيء امام المرمى الموت يمر ويضغط تقف الاجواء هنا تنتهي الامور هنا لمسه بينيه الان تاتي الفرصه من اجل حسم الفوز في هذه المباراه وتعزيز التقدم في اخر الدقائق يحاول تمريرها من بين المدافعين لمسة على اليسار يجب استغلال فرصة ومحاولة إدراك التعادل لأن الدقائق تمر باو توريس ماني هايمر الكرة تصل إليه يحتسب الحكم ركلة حرة